في هذا العرس الرمثاوي نشهد الماضي بنكهة خاصة فيها كل قديم بكل ما هو جديد. فها هي الليالي الملاح تزينها الدبكة الرمثاوية، ويقف فيها المسن إلى جانب الشاب ليتقاسموا فيها الفرح مع أبناء الفرح. كذلك الحال في حفلة الحنة للعروس التي تنطلق فيها الزغاريد، ويتشارك بها النسوة بلباسهن التراثي غناء أهازيج وأغاني شعبية لم تفنى عباراتها وبقيت عالقة في الأذهان مع مرور السنين. سيدي الفرح قديما وحديثا بالأصل هو فرح، لكن المعطيات اللي تغيرت. يعني لو أخذنا الفرح سريعا، تعارف بين شاب وبنت هذا كان، وقد يكون أحيانا بين الأمهات بين النسوان، المهم بالأخير الشاب يقتنع بالبنت والبنت تقتنع بالشاب، هذا مبدئيا، هذا ما تغيرش، يعني ظل موجود على مرة الزمن. الجاهة نفس الشيء، تتحرك جاهة من أهل العريس ومن أقاربه ومن أصدقائه ومن أحبائه باتجاه أهل العروس، وبخطبوها بالطرق التقليدية، مع أنه الآن بدأت شوي تتسع الحديث من ناحية المعطيات وكبر الجاهة وغيره. طبعا الأهل بيكونوا محضرين نفسهم إما بديوان أو بخيمة يعني مرتبة جاهزة، لأنه كثرة الناس الآن البيوت ما عاد تتسع، بيستقبلوهم بالترحاب وبعاداتنا الطيبة الكريمة، وبخطبوا البنت اللي هم أهل العريس، وأهل البنت بيوافقوا وبعطوهم وبباركوا لهم. هذه مرحلة الأولى، بتبدأ مرحلة التحضيرات. مرحلة التحضيرات بيختصوا فيها بس الأهلين، أو خاصة ما يكونوا النساء، التجهيز، تجهيز الملابس، سواء ملابس العرس سواء المصاغ الذهبي، هاي الأمور كلها بتتم بين الفترتين. بنيجي الآن بيبدأ مراسم العرس. مراسم العرس ما اختلفتش إلا بالمعطيات اللي دخلت علينا، اللي هي الحديث، سواء الكهرباء، التكنولوجيا، السماعات، الأغاني. يعني قبل ما كانش في كهرباء، كانت تتم بالأول حتى بنار عادية، تطورت إلى الكوس القديمة، والآن صارت الكهرباء بأنواعها. الأغاني ما كانش موسيقى ولا سماعات، كانت تغنى على الشبابة أو المجوز أو يعني اللي يسمونه الأرغول، بس بدون يعني سماعات. الآن تطورت الأمور ودخلت التكنولوجيا الحديثة. سواء النخوة الأردنية ما زالت حاضرة حية في قلوب أبناء المنطقة، والتي تعبر عن تلاحمهم عبر نسيج اجتماعي حبكت خيوطه بعادة قديمة وهي العونة. هذا التعاون المادي له أصول، ربما أحيانا يكون العريس أو أهل العريس في حالة مادية لا تسمح لهم، فبفزعوا أهل العشيرة، سميت بالعونة. العونة تدرجت، العونة كانت يمكن بالقبل قبل نجيب قمح أو رز
أو غنم يعني خرفان وما خرفان، هذه حسب المقدرة. بالعونة بتيجي أمرين، إذا كانت قمح أو رز تيجي إحدى الفتيات شايلتها على راسها وبتكون لابسة لباس الرمثاوي المعروف اللي هو المشقح والمطرز، وموجود بسط اللي هو إحنا بنقول له مغمقان القش القديم اللي معروف. وإذا كانت خرفان ومتى بيجيبوها الشباب، طبعا العونة تستقبل بالزغاريت من قبل أهل العريس احتفاء وشكر لصاحب العونة. احنا يعني الشيء المقلق جدا اللي تدخل بعاداتنا اللي هو موضوع اطلاق النار. اطلاق النار صحيح هذا موجود بحياه العرب، بس كان قبل النار يطلق ما فيش سماعات ولا فيسبوك ولا رسائل ولا كروت يذكروا العشائر اللي حواليهم انه عندنا فرح. اليوم اطلاق النار ما عاد شيء. منعت اطلاق النار نهائيا، ممنوع نهائيا، ومع ذلك اني انا كتبت على الكرت، مضمون الكرت يمنع اطلاق النار، ظاهره غير حضاريه وظاهره بتؤدي للقتل ومرفوضه تماما. فهذا شيء ان شاء الله انه الكل يقتدى فيه ويمشي نفس الممشى. اضافه لذلك انا طلبت من الاخوان اللي شاركونا افراحنا مشكورين وكل الشكر لهم، وطلبت منهم على انه ثمن الاطلاق هاي اللي بتروح هدر وبتقتل الناس انهم ينقضوا فيها العرسان، مش بس ابني، وهاي بتكون خير وافضل ما انهم يطخوا فيها. هذا كله رايح هيك، وكله بالنهايه كل الحكي هذا يعني راح يؤدي للقتل. بدايه الحمد والشكر لله لا يوجد هناك اطلاق اي عيارات ناريه، ومشى الفرح بكل سهوله وبكل فرح حقيقي 100%، والناس كانت مبسوطه جدا. ونتمنى على كافه ابناء الشعب الاردني ان لا يقوموا باطلاق عيارات ناريه لكي لا يتحول الفرح الى ترح، وهذا فخر كبير لنا. ونحن كابناء شعب اردني وعشيره واحده ما زلنا نعيد العادات العشائريه القديمه اللي هي العونه، الجيران، الاهل. يعني امبارح انا شفت احد الجيران هو اللي كان المعزب، والمعزب هو اللي كان يعني الضيف. لذلك هاي ان شاء الله بادره كويسه للشعب الاردني. أما حفلة حنة العريس فتحمل طابع مختلف من حيث الأغنيات وعبارات توديع العزوبية. سهرات سبقت ليلة الزفاف استمرت لأيام، اجتمع فيها أبناء المنطقة وضيوف من خارجها ليبتهجوا بسماع أغاني تراثية تنطق بأصوات شبابية خرجت من رحم المنطقة وعادت لتقف هي أيضا وتشارك العريس فرحته مع فرحة اللقاء.